السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ شايفين حاجات حمرة كده وحاجات خضراء والوان حلوة كده. ما تيجي نشوف الفيديو احنا عاملين ايه؟ يلا بينا على الفيديو ونشوف احنا عاملين ايه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قطعت الكرنب زي ما انتم شايفين كده، اي تقطيع انت حباه، وسبت دماغ الكرنب اهي. دي كانت كرنبة صغيرة وانا قطعتها تقطيع صغير كده عشان المخلل، وديت ان شاء الله نقطعها برضو مع بعض. اهي بتاعتي نقطعها مع بعض، اي تقطيع انت حباه براحتك خالص اهي زي ما انت ما شايفه. لو في ورقه انت مش عاجباكي شيليها زي ما انا ما بعمل كده، اهو اقطعها اهو زي ما انتم شايفين وراهم يفرح كده. انا طبعا لسه هغسله قبل ما نعمل فيه اي حاجه، بس انا حبيت اقطعه معاكم عشان اوريكم احنا بنعمله ازاي ان شاء الله مخلل. طبعا اي حته مش عاجباكي شيليها. انا الكرنب ده صغير كده من جايبالي من المخلل عشان اعمله معاكم. دي بتحتوي جنب اي حاجه، جنب الطبيخ، جنب الفطار، اي حاجه. طبعا اي بيت مصري ما بيخلاش من المخلل المصري ايا كان بقى نوع المخلل ده زي ما تحب. هعمله ان شاء الله بطريقه تعجبكم باذن الله. هخلص بقى بقيه الكرنبة الصغيره اللي معايا دي واشطفه، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله. شايفين اي تقطيع زي ما تحب، مش هيفرق التقطيع معايا. هكمله بقى واشطفه واجي لكم. دلوقتي انا غسلت الكرنب زي ما انتم شايفين كده، حطيته في الصينيه عشان اعرف احط معايا الملح، ومعايا ملح ابيض اهو زي ما انتم شايفين. هرشرش عليه بقى شويه ملح والفه بالملح واسيبه بقى كده ايه كده ساعه. احنا دلوقتي الصبح ان شاء الله بالليل هنعمله مع بعض ونشوف هنخلله ازاي. استنونا بقى على ما يكون دبل كده وخد وده مع الملح كده، ونجي لكم ان شاء الله بالليل ونكمل معاكم. دلوقتي عدى عليه كذا ساعه اهو كروم، شايفين الميه اللي نزلها اهو، الميه اللي نزلها الميه اللي كان فيها الملح. الكروم بيدبل معايا اصلا، ومعايا معلقتين بنجر كنت مفرزاه في الفريزر، معايا شطه، معايا ورق لورو، معايا معلقه سكر عشان يقرمش يديني طعم القرمشه، ومعايا شويه ملح عشان هنحتاج ان شاء الله. نبدا يلا نشوف هنعمل ايه. هنبدا بقى نحط الكرنب في البرطمان، اي برطمان عندك، لو عندك جردل مفيش مشكله. انا هبدا احط الكرنب بقى في البرطمان كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سبته كده ساعه عشان يدبل زي ما انتم شايفينه كده، وعشان ينزل الميه بتاعته عشان ما يبقاش هايش. مفيش اسهل ولا ابسط من الكرنب في تخليله، يعني تخليله سهل وبسيط. ان شاء الله الطريقه تعجبكم باذن الله لما تجربوها بالطريقه السهله البسيطه بتاعتنا دي زي ما انتم متعودين دايما. برضو الميه اللي في الطبق انا مش هرميها، اللي هي فيها الملح دي، لان فيها ملح طبعا، وانا هكمل فيها احط فيها شويه ملح. بس انا هحط الاول البنجر، حته البنجر في البرطمان الاول اهو زي ما انتم شايفين. اخد شويه ميه واحطها في البرطمان، بعد كده هحط بقى المكونات اللي انتم شايفينها دي في الطبق في الميه اهو زي ما انتم شايفين. واقلبها طبعا لان فيها ايه ملح، الميه دي فيها ملح، وانا حطيت الشطه عشان يبقى مشطشط وجميل ويحافظ عليه كمان ايه ان هو ما يريمش معايا. احط شويه ملح عادي خالص اهو، شويه صغيرين، واقلبها، اقلب الملح كده مع المكونات اللي انا حطيتها، وابدا احط في البرطمان. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده بس خلاص كفايه قوي كده. دلوقتي انا خلصت المخلل زي ما انتم شايفينه، وجبت ستريتش عشان اكتم اي هواء يخش له. لو ما عندكيش ورق حته ستريتش ممكن تحطي كيس عادي وتقفلي البرطمان، جمدي عليه طبعا
اهو معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين البنجر مدينه لون جميل ازاي. لسه بقى طبعا كل المكونات ده هتختلط في بعض ان شاء الله، وهيدينا لون جميل للكروم وطعم يقرمش ان شاء الله. هنفتح عليه بعد 3 ايام ونبدأ ناكل منه لما يتعمل بإذن الله. انا هوريه لكم بإذن الله. واتمنى الطريقة بتاعت الكرومب بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، طريقة سهلة وبسيطة. واكتبوا لي كده في التعليقات ايه رأيكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.